وعليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير حبايبي، اليوم حبيت أراويكم هذا الورد الروز. شوفوا هذا لونه أصفر، بسم أصفر على برتقالي. شوفوا هاي وردة كبيرة، شوفوا هاي شلون تبارك الله ما شاء الله، شلون ورد حلو يخبل. شوفوا هاي الوردة، شوفوا هاي الوردة شلون جمال. إن شاء الله استمتعتوا بهذا الورد حبايبي، وأروح لكم على المطبخ. الله نسوي الكيك اليومي. هذا الكيك اليومي يحتاجوه الأولاد بالريوق بالأوقات اللي يجوعون. فاليوم كيك البرتقال، هذا البرتقال أخذ من عند البرتقال، أخذ من عند البرش مالته، برش البرتقال برشته. شوفوا بس هذا القشر الأصفر برشته وخليته هنا. شوفوا هذا البرش مال البرتقال، وفد نص قلاص عصير البرتقال، وثلاث ارباع الجلاس او الكوب نسميه زيت، وثلاث ارباع الكوب حليب، واثنين ونص عندنا طحين، وعندنا وحده بيكنج باودر، وعندنا نصف ملعقه من الملح، ونصف ملعقه من الصودا، صودا البيكربونات الصودا يسموها. وبعدين عندنا اثنين فانيلا، اثنين فانيلا قلت لكم اليوم كيكة البرتقال، وتحتاج إلى كوب ونص من السكر. هسه هذا أراويكم هذا القالب اللي راح أسوي به حبايبي. شوفوا القالب به فد نقشة حلوة كلش. أنا كنت أسوي به بس أدهنه بالزيت، أدهنه بالزيت وأحط طحين، بس ما كانت تطلع النقشة يلزق به. فالطريقة اللي هسه قمت أدهن بها وهي دهن جامد أو زبدة، ندهنه ونخلي له طحين. فهسه قبل ما اخلط الكيكه ادهن هذه، ادهن هذا القالب واعلق الفرن، وان شاء الله ابقوا وياي ارجع لكم حبايبي. هسه عندنا اربع بيضات، اربع بيضات بدرجه حراره الغرفه، فاحنا نخلي لهم كوب ونص من السكر، هذا السكر كوب ونص من السكر، ونخلي اثنين فانيلا، اثنين فانيلا، هاي اثنين الفانيلا، ونخلي هذا برش البرتقال، برش البرتقال، ونشتغل بالماكينة، نشتغل هذه بالماكينة لمدة دقيقتين إلى أن يذوب السكر ويصير رغوة. أول شيء نشتغل على العالي، هسه راح نضيف الزيت ثلاث أرباع. نضيف نصف كوب عصير البرتقال، لأن هي كيكة البرتقال. نضيف ثلاثة أرباع كوب حليب، ترجمة
هسه ننخل الطحين، الطحين نخليه للبيكنج باودر، هذا البيكنج باودر ايضا هم ننخله وياه، ننخل ونخلي على نسوي فت جزئين ثلاثة اجزاء. هذا اول جزء، ونخلي ايضا عليه الطحين، نخلي ايضا عليه الصودا، ونخلي عليه الملح ايضا، هذا الملح والصودا، بعدين نكمل. بس اول شيء شو نسوي؟ نخبطه هيجي حتى لا يطفر علينا الطحين. طبعا هذا كيكة البرتقال كلش طيبة ولذيذة، يحبوها الأولاد، نسويها احنا سادة حتى ويا الشاي تأكل. نسويها على ناخذ، هاي بهذا الجزء الاخر من الطحين ننخله حتى يصير به هواء تهويه، نخلطه هالشكل. طبعا الملح والبيكنج صودا والبيكنج باودر كله خليته ويا الطحين. هسه على البطيء شويه نخلطه لمدة دقيقة، وحبايبي هسه راح أفرغها بالقالب. فرغها بالقالب، هذا القالب دهنته قلت لكم بدهن جامد وخليت له طحين. هسه ندير هذه، سنعدلها هيجي واروح اخلي لكم اياها بالفرن ان شاء الله. طبعا هاي الكيكة حبيباتي طلعتها هسه من الفرن، استغرقت عندنا 45 دقيقة وصار لها نص ساعة بردتها، فهسه راح اقلبها قدامكم شوية، احركها هنا بالسكينة حتى لا خاف لازقة، ونقلبها والله منها تبين ما لازقة. الرحمن الرحيم، الله ما شاء الله ما شاء الله، بقايا مال الطحين ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا شلون طلعت النقشة كلها بينت بيها حبايبي. شوفوا هاي الكيكة انا سويت الصبح وحده، وهاي الثانية احنا اولادنا يحبون هاي الكيكة. طبعا هاي كيكة اعتيادية، ما اخلي لها كاكاو ولا اخلي لها يعني مزينها، يعني كيكة بسيطة ناكلها ويا الشاي. بس شنو سويناها بالبرتقال ان شاء الله. هسه اقص لكم من عندها قطعة، بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا اقص لكم من عندها فت قطعة حلوة، وشوفوا ايش قد هشة. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوها شوفوها شلونها، شلون هشة وحلوة، شوف شلون لنا لأن كيكة البرتقال بيها برتقال، شوف شلون صارت كيكة حلوة وهشة، شوف شلون مرتفعة، يعني خليت لها شوية صودا بيكنج صودا يسموه ويا البيكنج باودر. شوفوا شلون حلوة كيكة حلوة، إن شاء الله تعجبكم حبايبي. شوفوا هذا المفرش آني أيضا حايكته.
طوبي ورد مجسم. دائما انا احب حياكه الكروشيا. فاليوم عندنا برتقال، فقلت رح اجيب لكم المفرش البرتقالي ان شاء